صحة الناس وحياتهم هي أهم حاجة في دنيانا، ما ينفعش فيها غير يبيض يسود. أملهم في العلاج أحياناً بيخليهم يروحوا ورا الوهم. كتير من الناس ما بيعرفش مين الصح ومين الغلط، ما بيعرفش مين الجاني ومين البريء، فين الوهم وفين اليقين. ده دورنا دلوقتي، نشوف ونفكر ونحكم، ده واجبنا مع الناس الحلوة. اهلا بكم. احنا بقينا بنستسهل في كل شيء حتى في الصدقه، بتهيألي ان احنا بقينا كمان بنستسهل فيها. يعني احنا في شهر رمضان طبعا الاعمال الخيريه بتزيد، الناس بتبقى عندها ميول انها تدفع صدقات بشكل اكبر، وده شيء مهم جدا. لكن واضح كمان ان احنا بقينا بنستسهل، يعني كتير من الناس دلوقتي بتوجه يمكن تبرعاتها او صدقاتها في اتجاهات محدده، الاتجاهات الاكثر وضوحا بالنسبه للناس أو الأكثر رؤية بالنسبة للناس اللي بيشوفوها على الشاشات. أنا عايز أقول لكم إنه في مستشفيات كتيرة في مصر محدش يعرف إنها محتاجة. أنا عايز أقول لكم إنه في القصر العيني وفي عين شمس وفي بريش وفي الحسين وفي الدمرداش في احتياجات لمستحضرات أو أشياء بسيطة جدا الدكاترة قد يجدوا الصعوبات في إنهم يتعاملوا فيها. يعني في دكاترة بتدفع فلوس عشان تجيب الجوانتيات عشان تكشف على العيانين أو يعملوا عمليات على حسابهم. في ناس بتدفع فلوس ما بين بيلموا عشان يجيبوا ادوات جراحه زي خيوط او شيء من هذا القبيل، ده غير ان ساعات بتتكلف او بيتكلف المريض ان هو يجيب الحاجات دي عشان مش موجوده، المستلزمات دي ناقصه في المستشفيات دي. الحقيقه في اماكن في مصر محتاجه دعمكم. اماكن دي ما بتعلنش، لكن دي ما عندهاش قدره اعلانيه، ولا حتى عندهم قدره اعلانيه انهم يعلنوا عندنا احنا، لانهم ناس غلابه. ما عندهمش في ميزانياتهم ميزانية صرف على إعلانات زي القصر العيني. القصر العيني ما عندوش الميزانية دي، زي الدمرداش، زي بوريش. مستشفى بوريش لو تروحوها مستشفى عندها نقص كبير في الإمكانيات رغم أنها بتأدي عمل رائع. الناس هناك محتاجين دعمكم. معهد الأورام، الناس الغلابة اللي بيروحوا يتعالجوا من الأورام بيبقوا يعني في ناس منهم مش لاقية ثمن الدواء وبتوفر لهم الدواء بالمجان وبيعالجوا بالمجان لكن العدد كبير. وغيرهم معهد القلب مثلا، مستشفى القلب او مراكز القلب الموجوده في عين شمس، ده كله محتاج دعم. صحيح ان احنا عندنا رايحه على بريق بعض الاماكن اللي بتعمل نوع من الاعلام في التلفزيون، كويس جدا، لكن في اماكن تانية في الظل بتعمل شغل وبتعمل جهد كبير جدا ومحتاجة دعم كبير جدا وبتقدم علاجات لأمراض خطيرة جدا. لما نقول فيروس سي، لما نقول معهد الكبد، لما نقول معهد القلب، كل دول محتاجين دعمكم. ما تحددوش بس الدعم في أماكن محددة ثابتة كل سنة ما بتتغيرش، ما تحددوش بس الدعم اللي هيدينا بريق أكبر أو شكل أكبر، لا، اللي هيدينا بريق أكبر وشكل أشيك وهيعمل انتشار لقاعدة الدعم في مصر هو إن احنا نوزع دعمنا أو نوزع تبرعاتنا على كل اللي محتاجينها من أي مستشفى موجودة في مصر. الصعيد محتاج دعم كبير جدا، مستشفيات الصعيد ومعاهد الأورام الموجودة في الصعيد أرجوكم ادعموهم لأنهم محتاجينكم. بلاش نكون شايفين كل احتياجات مصر في حتة واحدة بس ونسيب الأماكن الأخرى، أعتقد ده نوع من الظلم الكبير جدا اللي لازم نصححه في أقرب فرصة. الفرق بين الصورتين مش سنين، الفرق بين الصورتين أسنان. أي كيس ينفع لها الزراعة بس بشرط إنها تمشي في الإجراءات اللي هنطلبها منها.
اكتشفوا ان احنا اصلا من اكتر الحاجات اللي نحكم بيها على الناس هي ابتسامتها. اهم حاجه في التجميل الخبره. الخبره اللسه دي برواز الابتسامه. فكره انها مش باين انها معموله هي دي فكره التجميل الحقيقي. بعض المشاهير صنعوا ابتسامات نستطيع ان نقول عليها كارثيه. لا ادعي ان ده شغل واحد، ما ينفعش، شغل مؤسسه. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، مدرب معتمد بالجمعيه الدوليه للتصوير الرقمي برلين، عضو الكونغرس العالمي لزراعه الاسنان جامعه نيويورك. طبعا سوبر ستار هذا المجال والاسم الكبير في عالم الاسنان الاستاذ دكتور نور الدين مصطفى. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. تعالوا نشوف ما اصعب جدا ان ينتقل الانسان من عماره، من بيت صينه بيعيش فيه مبسوط فيه، انه يقعد في خيمه ايواء. الخيمه دي صعبه جدا في عيشتها يا جماعه. تعال نروح نشوف الخيمه كيف تتكون في بق الانسان. اتفضل. في الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ خلع السنان من غير تعويضها بيعمل انهيار للوش كله. ده حقيقي. آه. خليني اقول لك على مفاجاه. ليه في الوطن العربي الستات بتلجا لعمليات شد الوجه في سن مبكره؟ ليه؟ لان احنا تعودنا خلال السنين اللي فاتت ضرسي وجعني اخلعه، تمام؟ خلعته مش مهم اعوضه. طيب حضرتك عارف او عارفه نتيجه خلع السن ده وعدم التعويض ايه اللي هيحصل؟ هنشوف في الفيديو ايه اللي هيحصل. التغيير السريع في الشكل ده اللي اتنقلنا بيه من شكل بنات، يعني ست شكلها هنقول مثلا في اخر الاربعينات لست في اواخر الستينات، يعني فرق 20 سنه. فرق 20 سنه. ونفس الراجل ده واحد ممكن يديله شكل ان هو في اخر الاربعينات، بص بعد ما هو ده شبه على فكره يعني حد مهم قوي كان سن قديم في التحليل التلفزيوني، حصل له نفس التغيرات. تمام. التغيرات دي على فكره زي ما قلنا شكلا كده تحس ان فرق 20 سنه. انا بقولك الجمله دي والجمله دي احفظوها كويس. الفرق بين الصورتين مش سنين، الفرق بين الصورتين اسنان. وقلناها قبل كده في سنين قبل كده. حلو. ليه؟ لو حضرتك محافظ على اسنانك هيفضل الهيكل للوجه سليم. الحل، الحاجه الوحيده اللي بتحافظ على شكل العظم الوجه بعد خلع الاسنان هو الزراعه بس. مفيش اي حاجه تاني. طيب من موانع الزراعه امراض خطيره في اللثه، من موانع الزراعه امراض خطيره متعلقه بالعظم. تمام. الكلام ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ ما فيش حاجه تمنع رمادي الزراعه، لان في الاخر لو في مشكله في اللثه ما في اساتذه علاج لثه هيعالجوا اللثه، وفي الاخر هنعمل الزراعه بتاعتنا. حتى ايفن في حالات بيبقى ما في عظم كفايه لكن ما فيش لثه كفايه مثلا، فبنضطر نعمل لهم عمليه اسمها عمليه ترقيع لثه. عمليه ترقيع اللثه لازم يعملها استاذ دكتور، لازم يعملها بروفيسور، مش واحد صاحي من النوم برضو قرر ان هو يبقى دكتور علاج لثه. فلا الزراعه انا شايف ان احنا في عهد دلوقتي ان اي كيس ينفع لها الزراعه، بس بشرط انها تمشي في الاجراءات اللي هنطلبها منها. يعني واحد محتاج زراعه عظم، خلاص هنعمل لك زراعه عظم وازرع. انما ما اجيش اقول لك انت هتعمل زراعه عظم فتقول لي لا، طب ما خلاص مش هتزرع. يعني ما هنعمل ايه؟ انت اللي قررت ان ما ينفعش زراعه، لكن انا رايي الطبي ان معظم الناس ينفع لها زراعه، لان كل واحد اللي ما عندوش عظم هنزرع له عظم. هنا مثلا دي حاله، احنا جايبين جهاز اسمه البيزوتوم 2، ده احدث جهاز للتعامل مع العظم في العالم، ده احدث حاجه على الكره الارضيه. دي كيس عظم الفك السفلي رفيع جدا اقل من 3 مللي، اقول له ما تزرعش؟ عندي طول مناسب، فابدا اقول له ايه؟ طب احنا هنعمل لك عمليه اسمها ريدج سبليتنج. يعني ايه ريدج سبليتنج؟ يعني الريدج الرفيع ده بنقوم شقينه، فلما بنشقه كده
بيوسع ونبدا نحط الزراعات بتاعتنا ونملى عظم بينهم. يبقى انا هنا عملت اجراء اسمه ايه؟ اسمه ريدج سبليتنج، شق للعظم وزراعه عظم ووسعنا العظم وعملنا الزراعه. طب لو انا جيت اقول لحلقه احنا عايزين نعمل الكلام دوت وليك حل اهو، وقال لي لا، يبقى مش انا اللي قلت له ما ينفعش زراعه. لا، ينفع زراعه، بس نعمل الاجراء اللي يخليك تنفع تعمل زراعه. وده باستخدام احدث تكنولوجيا على الكره الارضيه. انا عايز ادي فرصه كبيره لجزء المتاه مجاني والبريء، لانه في الزراعه في جناه كتير، في تهريج. طبعا تهريج يصل الى مرحله نتائج تخوف الناس اللي هتزرع فعلا. يعني بس الناس اللي جابته لنفسها، ما ناس خلاها مش لا 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 حضرتك لما بتروح والله ناس عايز تروح تعمل عمليه ما في القلب، بص بتروح لقرب واحد جنبك، صدق بالله تعمل عمليه عند الكلام اللي انت بتقوله انا وانت نفهمه. لا، الناس العاديه بتدور على فكره، ماشي، اشمعنى في الاسنان ما بيدورش؟ ساعات يدور بس حظه يبقى وحش. هو شاف مركز، شاف بتاع، شاف حد بيقول كلام خلاص. الفيدباك دايما احسن انتقال لسمعه الدكتور هو عن طريق الفم. يا باشا انت بتلاقي الاخ والاخت بيتكلموا كل شويه. في دلوقتي السوشيال ميديا حاجة، الدكتور عنده فانز وعنده ناس بيشوف، يعني بيشوف الناس قايله ايه. الناس بتتكلم على كيفيه هجر الحبيب والله وعمل، ولو تبص لها واحد كاتب لك كل بوستات اللي كاتبها على الفيسبوك، انتوا حاطين مركزين معايا ليه؟ انتوا عينيكم معايا ليه؟ ومش عارف ايه، كل اللي بيحصل لي ده من عينيكم. كل بوستاته كده، كل بوستاتها كده، صح؟ زي توم كروز، يعني متصاب بسبب الكلام. توم كروز اغنى ممثل وما بيتحسدش ليه؟ يا جماعه نركز في شغلنا، نركز كل واحد. لا، هو الحسد موجود بس ركز في نفسه. ايه، اركز برضو. ولو والحسد اللي موجود فهو مكتوب لك من ربنا ان يحصل كذا، وسبحان الله. مش معناه بقى ان انا افضل مركز ان الناس مركزه معايا، لا معناه ان انا اجتهد واشوف شغلي. ربنا سبحانه وتعالى بيدينا يعني سلاح، قل اعوذ برب الفلق، خلاص انتهت القصه. ولا ما مين لو هو مين، انت بتقول قل اعوذ برب الفلق، بعدين بعد كده انت بتفكر يبقى انت عبيط. تعال نروح للمتهم والجاني والبريء. جاني، متهم أم بريء؟ دكتور هيجي له مريض، حد مش بتاع زراعة قوي، ايه أعمل حاج؟ هنزرع لك. هو أنا يا دكتور مش لازم أعمل أشعة؟ أحمى الحاج، أنت بتصدق الكلام بتاع الناس اللي بتقول لك أشعة؟ وأنا يعني أنت قاعد مع واحد، ده أنا خبرة، انا ابص لك بايدي وبعيني وبتاع، اعرف ادخل في البتاع. الاشعه دي للناس اللي لسه مش واثقه في نفسها وبتاع والكلام ده كله. انا اطلع لك زراعه 100% من غير اشعه. والله العظيم اللي انت حكيته ده حصل، بحلف لك بالله. انا جات لي حاله قالت لي الاعجب، قالت لي راحت للدكتور فحط ايده على اللثه، قال لها انت عندك كيس بايه. فقلت لها حضرتك يعني هو شاف اشعه، فلما بص على الاشعه لقى الكيس، فمشي بايده برضو بيعمل مور انسبكشن، يعني بالبيشن بيشوف عشان يتاكد ان هو مثلا كل العظم وكده. قلت له دكتور اصلا هو ما طلبش مني، انا رحت كشفت، قعدني على الكرسي، حط ايده، قال لي انت عندك كيس. قلت لها بصباعه، يعني صباعه فيه اشعه بيبص؟ قالت لي والله العظيم ما شفتش اشعه وما فيش اي ما عملتش اشعه، هو بصباعه قال لي فيه كيس. قلت لها طب تعالي اتفضلي، هنقوم نعمل اشعه عشان اشوف الكيس ده ايه وافهمه. عملنا اشعه، الكيس ما عندهاش اي حاجه خالص، صفر، محتاج علاج عصب عادي جدا، ما عندهاش اي مشكله. والدكتور بيقول لها عندك كيس هيتشال وهيتزرع عظم وهتعملي عمليه وقصه كبيره جدا بصباعه. انا مش عارف صباعه ده صباع سوبرمان او صباع مين، بس والله 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 اللي انا بقوله ده حقيقي. وحاله جت قالت لي، فراحك مثلته ده مش تمثيل. ساعات في الفيسبوك تلاقي صور كوميديه لطيفه كده لناس عامله بنايات او عامله حاجه في العماره. أيوة. غير منطقيه. حطت الباب في الحيطه، يعني مثلا ايه تلاقي بيت من غير شبابيك. اه السلم مش بيطلع في نص البيت، بيطلع بره. السلم واقف فشل المهندسين. طب ما هو في كده فعلا. دكتور مش عارف العظم فين، انا شفت كيس كامله كلها 8 زراعات 4 يمين و4 شمال محطوطين في الجيب الانفي. طب يا دكتور يعني طب ما فيش واحد جيب الغلط عملته بالغلط في العظم، يعني واحد بس عملته بالغلط. انت في رمضان رهيب. لا انت بس الصيام عامل معاك.
معقوله احط واحده صح؟ ليه حرام عليك ولا واحده؟ بص انا بقى لي سنه، السنه دي شفت مهازل في التجميل ومهازل في الزراعه. ليه حضرتك الشغل اللي احنا بنعمله ما بيعملوش نور الدين مصطفى، الشغل ده ما بيعملوش نور الدين مصطفى، بيعمله اساتذه وبيعمله منتخب العالم زي ما قلنا قبل كده، كل واحد منتقى على يعني، وده الحمد لله ربنا وفقني فيه ان انا اعرف انتقي احسن ناس تعمل احسن شغل. من غير الفريق ده على فكره ابقى زيهم، ابقى مدعي، لان انا علشان اقول ان انا احسن واحد بيعمل علاج عصب وعلاج لثه وتجميل وزراعه وتقويم، مستحيل. واطفال، ايه ده؟ مستحيل. ايه ده وانا ايه؟ مستحيل. مفيش الكلام ده يا جماعه، مش موجود. انا بقول لكم هو مش موجود، ولا انا ولا غيري. يا باشا انا درست 13 كتاب في البطنه بحكم ان انا بدرس البطنه طبعا، ما كنت تخصص بقى. احنا تعرفنا على بعض في التدريس. كنت بتدرس في التدريس يعني احنا من التسعينات، اواخر التسعينات 17 سنه نعرف من اواخر التسعينات، من ايام ما كانش لسه في لعبه بتطلع. تعالوا نروح للوهم والشك واليقين. اتفضل. وهم، شك أم يقين؟ برضو أنا هتقمص لك فكر، هتقمص لك حد. مريض عنده مشاكل في الجيب الأنفي، الجيب الأنفي يعني في مشكلة يعني ما ينفعش شكله، ما ينفعش زراعة. فراح لحد يقول له حجم ما ينفعش، اللي يقول لك ما ينفعش، لو أنا زرعت لك هدخل في الجيب الأنفي، هتبقى حضرتك الزراعة جوه الجيب الأنفي. واللي يقول لك غير كده ما بيفهمش حاجة. أنا اللي بقوله نهائي هيك، مش بقوله أشعة، عملت لك أشعة في جيب أنفي أهو، الزرعة لو دخلت هتدخل على الجيب الأنفي أهو. طيب. صح أنا يا حاج؟ صح. أنت صح؟ أنا مقنع؟ أنت مقنع. أنا مقنع. مقنع جدا. أنا بس هل صح؟ وهم جدا. إيه بقى؟ بص بقى. بس أنا مقنع. جدا. إديني فرصتي بقى. أنا على فكرة مصدقك. إديني فرصتي. مصدقك. انا عايز في رمضان اطلع مش معقول بقى يعني. لو فقدت همثل اخر ثلاث، لو فقدت الذاكره ونسيت اللي انا اتعلمته هصدق، مش كده؟ يعني لو صدقني، لو انا خلاص نسيت اللي انا متعلمه خلاص هصدق، لانك مقنع جدا. طيب. وفعلا في ناس بتقول كده. طيب احنا فعلا معروف ان الناس اللي بتخلع الاسنان الخلفيه في الفك العلوي بيحصل على طول تاكل العظم، وبيحصل اسمها تضخم للجيب الانفي، زي ما احنا شايفين الجيب الانفي يفضل يتضخم لغايه ما يبقاش فيه ثيكنس للعظم. تمام. طيب هل الراجل ده اللي حصل له تضخم في العظم ده خلاص ما ينفعش يزرع؟ لا طبعا ينفع، برضو بجهاز عظيم جدا اخر اختراعات على الكره الارضيه اسمه البيزوتوم 2. بيعمل ايه البيزوتوم 2؟ بيقوم رافع، بنقوم فاتحين فتحه ونقوم رافعين الجيب الانفي ده، عباره عن غشاء، ليه غشاء وتحتيه كمية العظم القليلة بتاعتها، بنقوم فاتحين العظم ده ونوصل للغشاء بتاعنا. الغشاء ده بالظبط، عارف حضرتك لما تجيب بيضة بس مش مسلوقة وتكسر القشرة بتاعتها وتحاول تشيلها تلاقي تحتها غشاء رقيق جدا. الغشاء ده كانوا زمان بيخافوا يجوا جنبه، ليه؟ لأنه هيتقطع. أول ما يجي يلمسه يتقطع. البيزوتوم بيعمل إيه بقى؟ بيقوم رافع الغشاء ده من غير ما يقطعه. فبالتالي أقدر أرفع الغشاء وابعده زي ما احنا شايفين كده، عمال ارفع في الغشاء، ارفع في الغشاء وابعده خالص، واقوم مالي الفرق بين الغشاء اللي اترفع ده والجزء اللي تحت عظم. واحنا بنستخدم اعلى عظم على الكره الارضيه، صنع في امريكا، عظم صناعي، وبيمسك بيتمسك مع العظم بسرعه جدا، وما بيحصلوش ريزوربشن بعد كده الحمد لله. الفيديو ده حلو قوي. تمام. لانه ده جاوب اللي انا بقوله كله. بس وفي الحاله دي نزرع عادي جدا، مفيش اي مشكله، وما ينفعش اقول للعيان انت ما ينفعش تزرع، ده وهم، ده بالعكس، ده معظم الحالات اللي في الجنب اللي فوق في الفك العلوي في الاسنان الخلفيه كلها بتحتاج كده بشكل ما او باخر. يعني اللي كميه العظم 6 فهو محتاج له 4 مل، اللي كميه العظم 2 فهو محتاج له 8، اللي 8 عايز 2. فاحنا دايما بنستخدم جهاز البيزوتوم 2، بنرفع بيه الجيب الانفي وبنملى العظم الباقي بتاعنا، والحالات دي من انجح الحالات ونسبه نجاحها 95%. وعامه الزراعه من انجح العمليات في طب الاسنان كلها اللي بتوصل نسبه نجاحها ل 95%. مين بسرعه شديد هتقول لي مين اللي بتقول له؟ فاكر زمان جمله ايه؟ المعلم مبسوط منك او بيقول لك ما عادش تجيها تاني. مين اللي ممكن تقول له كده؟ اي واحد بيفكر يشتغل في الزراعه ومش دارس الزراعه، ما يعرفش يقرا اكس راي. ده انت اصلا تيجي تعمل ايه؟ جاي تعمل ايه في الزراعه؟ ايه اللي دخلك في الفيلد ده يعني؟
المعلم بص مبسوط منك؟ خليه المعلم مبسوط منك، يقول لك ما تجيش هنا تاني خالص خالص. اتعلم وتعالى. اتعلم وتعالى اشتغل. سهله قوي، الموضوع بسيط. اشمعنى طب الاسنان ده اللي بقى مرتع لاي واحد عايز يجرب؟ مش انت بقى كله التجميل والجلديه والبطنه والتخسيس كله بقى مرتع، مش انت بس. المصيبه بص، احنا لو مش هينفع عايزين نجيب له، عارف كان زمان يقول لك عايزين نجيب له طبق الكهرباء، انا عايز اجيب له طبق الكهرباء بتاعت زي شارلي شابلن. موضوع كده يا باشا، انت بتلاقي واحد يقول لك برنامج طبي، مين اللي قاعد في البرنامج الطبي؟ ناس مالهاش اي علاقه بالطب. ايوه زي ما بقول لحضرتك، لما يبقى اللي قاعد مش فاهم. يا باشا يا ريت المذيع، لا ده المذيع والضيف. طب انا اقول لك، ما يا باشا بيستضيفه واحد يقول لك خبير الطاقه. طاقه ايه؟ خبير الطاقه في ايه؟ طاقه طبيه. فاسمع ايه الطاقه الطبيه؟ مش عارف يعني بيعمل ايه؟ قسم الطاقه. مش خبير طاقه يعني خبير طاقه اللي هو بتاع الطاقه الذريه؟ لا 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 لا، الطاقه اللي بتطلع من جسمك. خليكوا دايما معنا سعادة. اوضه العمليات تاني مش مكان يخوف، ده مكان نظيف. مفيش في الطب دلوقتي، والنبي شوت لي الحته دي وخد لي حبه من الحته دي وخد لي بقى كمان معاك ظبط لي الحته دي. ما بقاش في كده. انا بقول للعيان زي ما انت خايف على جسمك انا خايف على اسمي، يا اما عامل لك حاجه بنتيجه يا اما مش هلمسك. عشان تخرج من عندي تقول انا كنت عامل دكتور محترم. انا شايف البي ار بي دي من احسن الحاجات اللي تحافظ على الوش. جراحة تجميل الوجه ان انا ارجع الوجه لمقاييس جماله هو. انا مش جاي عشان اطلع واحد تاني، انا جاي عشان اطلعك باللي يليق عليه. الاستاذ الدكتور حاتم الصحار، استاذ واستشاري جراحات التجميل بكلية الطب جامعة القاهرة، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية للتجميل والحروق، عضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل. أهلا بكم. طبعا في عالم التجميل في كلمتين دايما يتفرد بيهم هذا العالم عن كل العالم الطبية الأخرى، كلمة التوقعات والحقائق، الاكسبكتيشن والفاكت. ايه ده في الطب يعني؟ طبعا ست جايه عايزه هدف معين، وليكن عايزه تحصل على قوام جيد جدا، تمام، توقعاتك ايه؟ اللي احنا هنوصل له ايه؟ في ساعات الدكتور التجميل الشاطر جدا جدا لازم يقرب توقعات المريض من اللي هيحصل فعلا. ازاي؟ اولا يجتهد هو نفسه في اداء الوظيفه المطلوبه منه، انه يشتغلها على افضل شكل ممكن وبافضل امكانيات ممكنه، بافضل مهارات، بافضل تكنولوجيا، يستغل الخبرات، يحمل اقرب حاجه للمريض يتمناه. بس في نفس الوقت عليه انه يعالج المريض نفسيا، انه يفهمه، انه يستوعبه، انه يكون صبور معاه عشان يقربوا. ساعات مرضى يعني بيني وبينكم بيكونوا محلقين، عارف اللي هو بايه؟ محلق في الهواء، طاير في معتقدات ليس لها علاقه بالواقع على الاطلاق. تيجي واحده ست تقول لك انا عايز اكون شبه فلانه الفلانيه، وانت ما فيش اي شبه بينك وبين فلانه الفلانيه، ساعتها هل رد فعل الدكتور هيكون لا انا مش هتعامل معاكي، ولا رد فعل الدكتور انه هيقرب منها؟ ده اللي احنا نفهمه النهاردة، ما بين الواقعية وما بين الرياليستيك الخيالية بتاعة المريض وأحلام المريض، قد يكون هناك جاب كبير، مساحة كبيرة، وقد تكون المساحة طبيعية. مين اللي هيعرف يحدد؟ ضيفي العزيز، القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير والسوبر ستار في عالم جراحات التجميل، اللي بسعد جدا باللقاء معاه والعمال يضحك من تحت لتحت، الاستاذ حاتم الصحار. اهلا بيك يا دكتور حاتم. اهلا بيك. وحشني والله. انت وحشت اكتر. وانا بتكلم كده لمحت في عينيك شويه ضحك. جدا. ليه بقى؟ الستات هي بتقول لي انا عاوز ابقى كذا، وهي في توقعاتها كذا. بقول لها بصي ست الكل، انا مش دكتور معالج، انا دكتور تغذيه. يعني ايه دكتور تغذيه؟ يعني انت بتديني قماشه
انا بشتغل على القماشه دي. خلينا نحكي حكايه النهارده عن علم مهم جدا اسمه نحت الجسم. نحت الجسم بقى يعني زي ما بنقول علم لوحده بقى نقدر نقول عياده التجميل داخل عياده التجميل الكبرى. تعالوا نشوف هذا الحوار ما بين الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ عشان نوصل للجسم المثالي او الاهتمام بشكل رائع جيد متميز للجسم لازم نعمل شفط ديناميكي. ابيض اسود ام رمادي؟ رمادي رمادي رمادي. لان ما فيش حاجه اسمها شفط ديناميكي. في حاجه اسمها شفط ديناميكي، نوع من انواع النحت الديناميكي. اوكي. الاصل النحت الديناميكي يعني بشوف الست كلها على بعضها، سواء دراعات سيد كله على بعضه. انت ممكن مثلا ابسط مثال النهارده، يعني الست بطنها كويسه ما فيهاش مشاكل، بس عايزه تشفطها شويه، عاوز تكبر، بدل ما تكبر تشفطي بطنك احنا ممكن نكبر صدرك، لان صدرك محتاج يتكبر لانه صغير، فده هيخفي على بطنك. ولو هنعمل حاجه في بطنك هنعمل حاجه بسيطه. تاني حاجه، مش لازم شفط، ممكن يبقى شفط، ممكن يبقى شد، شفط وشد، واخد الدهون من منطقه وحقنها في منطقه اخرى، بحيث ان ارجع لشكل متناسق يتناسق مع حاجتين. واحد، شكل العظم بتاع الانثى او الرجل. رقم اثنين، التوزيع العضلات موجوده ازاي. ده اسمه الدايناميك، لان هو مش بيعتمد على السكون، مش اني انقص منطقه وخلاص، ان المفروض اظبط الجسم على العضلات اللي موجوده وعلى شكل العظم اللي موجود. فبقى اسمه دايناميك، ما بقاش شفط ثابت، يعني ما بقاش حاجات اجي اشفط جنبين اعلم عليهم واشفطهم. بقى كل بني ادم ليه الباترون بتاعه او الباترون بتاعه اللي بتشفطه على حسب شكله هو. ما ينفعش تعمل نفس الحكايه لكل بني ادم. ابسط مثال، السيكس باكس عند الرجاله المقاسات مختلفه. كويس. تعملهم بالشكل ده عند الراجل ده. طب الراجل ده ممكن يترسمه في شيبت من تحت، ما ينفعش راجل تاني. تقسيم الظهر تنفع العضلات بتاعتها تترسم، لا ده ما ينفعش. طب ده عشان اظهره اعمل ايه؟ اشفط حاجه معينه. طب الست ما عندهاش جناب ونازله ستريت، طب اسيب لها الجناب دي واشفط الوسط. عندها بطن متهدله، نشد البطن عشان اعمل كيرف من قدام ابين العضلات بتاعتها، او ابين التو لاينز السي مليون اللي هم الخطين اللي هنا عشان. طب الكلام ده ما بقاش حكايه اروح اعمل الحته دي والنبي خسسني. لا انا مش بخسسك، انا بنحتك. ومش لازم يبقى شفط، ممكن يبقى شفط، ممكن يبقى شد، واتيفر، ممكن يبقى الاثنين مع بعض، واتيفر هي محتاجه ايه. مفهوم. طيب عمليات نحت الجسم احداث طفره هائله في شد الجلد، ازاله الترهلات، عملت فارق كبير عن عمليات الشفط التانية. يعني عمليات الشفط التانية كانت بتعمل شويه ترهلات. على فكره انت جيت جاوبت على السؤال الاولاني، بقيت اسمها نحت ديناميكي. ما انا لا ما غيرت خلاص بقى في حاجه اسمها شد ترهلات. ما بقتش شفط لوحدها. وزي ما قلنا الموضوع مش مجرد ان انا جاي انقص منطقه، انا جاي انحت منطقه، ارجعها لاصولها. ارجعها لاصولها ازاي؟ اشوف هي محتاجه ايه. شفط، شد، عضلات تتصلح، حقن دهون في حتت تانية. يعني في ستات تقول لي لا انا عاوز اشفط بس، لا ما هو عشان ابين جسمك الحلو ده او ابين بطنك لازم مثلا اكبر الهنش، اكبر الجناب عشان اعرف اظهر لك الوسط، الكيرفز بتاع الوسط ايه بتاعك. الراجل لازم اشفط حاجات معينه، جاي اعمل بطن، بس لازم اشفط حاجات معينه في ظهرك عشان اعرف ارسم رسمه الماسكولاين بتاعتك، رسمه الشكل الشعر بتاعك، حاجات معينه في الفخاد، حاجات معينه في السمانه، في حاجات معينه. الشفط بيبقى نقط معينه في حتت. على فكره بقى جديد في مناطق شفط كتير ومناطق شفط قليل. يعني انا عاوز احدد خطوط، يبقى لازم ارفع الجلد في هذه المنطقه. يا جماعه الجلد ليه سمك، ما ينفعش ارفع السمك بتاع الجلد في كل الجسم، ده كده الجلد هيموت. في حته حاجه اسمها ارفع الجلد في حته معينه في الخطوط اللي عايز عاوز ايه ارفعها اعمل. انت عارف السمكري لما تيجي تبص على السمكري كويس بيسمك بيعمل العربيه، تبص على الانحناءات الموجوده، الخطوط الرفيعه اللي في العربيه في الرفرف ومش عارف ايه، هو ده اللي بيترسم. في طلعت طفرات كده، شويه حاجات طلعت مش عارف المركز الايه والمركز الايه، وجايبين ناس مش مؤهلين ويقول لك انا عامل لك شفط ال 30 لتر يا عم، ومفاتحه واحده من كل حته. عشان كده المنطقه بتاعت المؤتمر الجمهوري النهارده انا هحكي لك حكاوي وتقول لي، وكتير منهم هيبقوا جنان الحقيقه ويستاهلوا الضرب بالعصايه.
نروح للمتهم والجاني والبريء. جاني، متهم أم بريء؟ أبدأ بسؤال بسيط. من يقوم بعملية النحت الديناميكي في عيادة خاصة؟ ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ ده متهم. متهم. هيخش النار. ماشي. كلمة إن عملها في العيادة تدي للعيان إحساس بالأمان إن حاجة عبيطة. حاجة إيه؟ سهلة. فالناس الدكاترة بتخاف تقول، في جزء من الدكاترة بتخاف تقول عملها في أوضة العمليات. عشان يحسس العيان إن هي إيه؟ بسيطة. يا جماعة هي بسيطة، بس تعمل جوه أوضة العمليات عشان نظيفة. أوضة العمليات تاني مش مكان يخوف، ده مكان نظيف. من يقوم بعمليات شفط دهون لعيان عنده موربيد أوبيستي، عنده سمنة مفرطة، سمنة مفرطة، يخرج المريض من عنده بدون أي نتائج؟ بالظبط. ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ متهم. متهم. بص، كلمة واحدة فقط، اللي بيفضل السمعة. اللي بيفضل السمعة بتحدد إزاي؟ انا انت كدكتور مثلا، انت دكتور باطني سكر وغدد وضغط، تدي العيان دواء، العيان ضغطه الزبط، انت دكتور شاطر. صح ولا غلط؟ طيب انا بلعب على ايه؟ العيان عملت له عمليه، العيان راضي. كلمه ايه؟ راضي، مفيش حاجه سوليد بيني وبينه. يبقى انا دكتور شاطر. في امريكا بيعملوها على الاتي، انت 10 عيانين عملتهم، لو 7 راضيين انت تتحط في ليفل A بلس. انا بقول للعيان زي ما انت خايف على جسمك انا خايف على اسمي، لاما عامل لك حاجة بنتيجة لاما مش هلمسك. عشان تخرج من عندي تقول انا كنت عند دكتور محترم. الدكتور اللي يعمل الكلام ده على مدار الوقت، على مدار الوقت مش هيبقى دكتور، هيبقى يتنسي ومش هيشتغل حتى. هروح لسؤال تاني كمان مهم. ست تجيلك تقول لك انا عايز اعمل شفط دهون واحقن وشي بنفس الدهون، مفيش مشاكل. ده هو بالنسبه لي ده مش اوبشن، لازم الدهون اطلعها دي احطها في مكان تاني. هتستفيد منه؟ لازم استفيد منه. الدهون حتى لو مش عاوزه تملى حاجه هتدي نضاره لا تتخيلها، بتغير الجلد، بتغيره 100%، يعني بترجعك بشره تاني، بتشد الجلد يا جماعه. بتشده والله العظيم. ساعات بتقولي انا مش عاوز، انا وشي مليان. طب بصي، انا هحقن 5 سنتي و5 سنتي، حاجات بسيطه جدا، مش عشان املى، عشان احسن البشره بتاعتك. يعني في واحده عملتها قالت انا مش متوقع ان يكون نتيجه دي، بشره بيبي. بشره بيبي ممكن مش لازم تملى بيه، بس ممكن تستفيد منه، لان هو الكلام كله على الفات، ان هو بيبقى فيه خلايا جذعيه. والجديد يا جماعه واللي احنا بنعمله في الاصغرين عندنا، بنحقن دهون تحت البيرند اريا، الاماكن المحروقه فريش، لان بيقولوا ده بيساعد على الهيلينج. ونحقنه تحت على الاصلاح، الاصلاح، ونحقنه تحت الناس اللي محروقه وجلدها عمل مشاكل، اللي هو البلس. لا لا لا، اللي هو حصل بقى تشوهات، فايبروز، كونتراكشر وكيلويد والكلام ده كله. في خلال 6 شهور كونتراكشر، ان الجلد نفسه شد يا جماعه لدرجه ان شد جزء. بص، لو حصل حاجه لا قدر الله اعمل كده، يعمل كده بيحسك، بيفرد، مش بيفرد، بيحسن بنسبه 70%. بس لسه الكلام ده كله اندر ترايل، يعني تحت تجربه. طيب هروح للوهم والشك واليقين. اوكي. وانتوا عندكم الوهم والشك واليقين كتير جدا، لدرجه ان احنا تعبنا فعلا من الاوهام، و يعني كثير من الناس ضيع في الأوهام عمره. وهم وشك ويقين. وهم، شك أم يقين؟ إزالة الدهون بالنحت الديناميكي صالح للطبقات العميقة والمتوسطة؟ صالح 100%. ما زال بقولك دلوقتي، احنا يا جماعة لما ممسك الجلد ده، الجلد ده ليه سمك، في دهون في الجلد، في الجلد مفيش دهون السمنه اللي مش فطره. دهون الجلد دي فائدتها ان تخلي الجلد يتحرك على طبقه العضلات اللي موجوده. طيب بالبلدي عشان الناس تفهم، وانت لابس لبس الشتوي ما يبانش تقسيم جسمك، انما لو لابس لبس سليم لازق على جسمك هيبين تفاصيل جسمك. صح ولا غلط؟ طب انا عاوز ابين تفاصيل العضلات، فلازم شفط عادي او وات ايفر هشفطه في الجسم كله، ما عدا في نقط معينه عند خطوط العضلات لازم ارفع فيها الجلد، اخليه سليم عشان يبين شكل العضلات اللي هي ايه؟
تحتيه، لان مفيش حاجه اسمها رفعت الجلد كله، لو رفعت الجلد كله الجلد ده هيموت. لان الجلد ده محتاج دم. بس والسمك ده هو اللي بيوصله الدم. انا ممكن ارفع حتت معينه بحيث هي تلزق على العضله اللي تحتيها، وده بالفيزر عشان يبين شكل معين انا عاوزه. الناحية الديناميكي أفضل من الطرق التقليدية في التعامل مع شخص الجنة. هو ما فيش حاجة اسمها طرق تقليدية، خلاص لازم يبقى تعرف ديناميكي. يعني ما فيش في الطب دلوقتي، والنبي شوت لي الحتة دي وخد لي حبة من الحتة دي وخد لي بقى كمان معاك زبك لي الحتة دي، ما بقاش في كده تدويب منطقة حتة ساعات يضايق. ده سؤال بره كمان. أنا أقول لك من كلاسيك كده، تلاقي حتة هبتت عن حتة، حتى بقى في اللبس أوكي جنب راجع وجنب لا مش راجع. فهمت قصدك ايه؟ ده كان زمان بيحصل كتير ولسه بيحصل لحد دلوقتي. بص، في حاجتين ممكن يعملوا الكلام ده وهكلم بمنتهى الصراحه، لا اما شفت كان غلط مش مزنس، لا اما انا بتعامل مع بني ادمين صح ولا غلط. مفيش، انا عملت مثلا 100 عمليه، عمري ما عملت عمليه زي الثانيه، وانت اتعاملت مع 100 عيان، ممكن كنت تكتب الدواء ل 10 عيانين بينفع و10 ما ينفعش، مع انه نفس الكلام صح ولا غلط. فممكن يبقى في مشكله ان العين الريسبونس بتاعه كده، مش هي دي القضيه. ينفع تتصلح؟ ينفع تتصلح. مثلا واحده شفت لها جنبها فحصل الجنب ده بقى مستقيم او شكله كويس، الناحيه الثانيه فيها تعريجه صغيره، تتصلح؟ تتصلح. باخد دون من المنطقه الحته العاليه اللي جنب التعريجه وحقنها في الحته اللي داخله جوه، مش هي عامله كده، باخد من الحته العاليه عشان اخليها حته ايه مستوي. تاني حاجه الستات، ودي برضه حاجه مهمه جدا شفتها في مصر، مش فاهمين حاجه خالص في حاجه مهمه، ان بين جسمك في 10% فرق. تقول لي يا دكتور عمر ما مقاسه دراعاتها في حياتها ابدا. يقول لي اصل الدراع ده بعد ما عملته اضخم من الدراع ده. يا ستي كل فرق سنتي، دي نورمال. عمر ما هطلع حته دقيقه دي. قال لي ما كنتش قادر اشيل سنتي. يا جماعه بنعمل نفس التكنيك هنا نفس التكنيك هنا. لو قعدت تاخد حته من الناحيه دي وحته من الناحيه دي هتوصلي تمشي على، مش هيبقى في حاجه، لازم يبقى في 10% فرق، الفرق المقبول بين اي ست. نورتني واسعدتني، بس يظل عالم التجميل عالم الديسكشن، عالم الصراع ما بين توقعات وامال وطموحات ممكن تكون تخيلات زائد نفسيات ستات. صعب جدا، صعب جدا، صعب ترضى بمبارك. ارضاء الست صعب، بس لما بترضى بتبقى حاجة. انت وصلت الى اكبر هدف ليك في عالم التجميل اللي هو ارضاء ست. صعب مش سهل بس جميل. نورتنا. مش هتكلم الكومنت مش على ده كله. ضيف العزيز الدكتور حاتم الصحار كان في الناس الحلوة. خليكوا دايما مع الناس الحلوة. كان لعبنا كله مجهود، يروح البيت على طول على الدش، تقف تحت الدش. دلوقتي الواحد الشاب خارج، الشاب الصغير ولا الطفل اللي هو 9 8 10 سنين خارج يتفسح، رايح يقعد يلعب مع اصحابه بلاي ستيشن، ما بيرجعش عرقان. كنا زمان نقول لازم الام وانت بتذاكر تعمل لك سندوتشات، وانت صاحي الصبح بتلاقي فطارك موجود، بترجع الاسره كلها بتتجمع على السفره بيتغدوا الغداء اللي معمول في البيت. دلوقتي انا لا، انت هتاكل لا انا اكلت بره، اتعشيت لا انا اتعشيت بره. لازم يكون قرار الحقيقه في منتهى التحفظ، لان انت بتتكلم عن طفل هيفضل ال 50 60 سنه الجايه من عمره ياخد فيتامينز واملاح ومكملات غذائيه مدى الحياه. ما هي افضل جراحات السمنه؟ هيبقى السؤال ده منطقي ولا سؤال غير منطقي؟ مفيش حاجه اسمها احسن جراحه سمنه. هي في حاجه اسمها جراحه السمنه المناسبه ليك. السمنه مرض وليست عيب شكلي. لازم انت اللي تفكر العيانه ان الحمل ممنوع تماما في فتره ال 12 الى 18 شهر بعد الجراحه. العمليه دي بتخسس 60 كيلو ولا 100 كيلو ولا 50 كيلو. الجسم هيبطل يخس لما يقرر انه خلاص هو مش محتاج يخس اكتر من كده. الدكتور هيثم سيد زميل كلية الطب جامعة ليموج بفرنسا، عضو الجمعية الدولية لجراحات السمنة، عضو الجمعية المصرية لجراحات المناظير، رئيس وحدة جراحة السمنة بكلينيكال جويل مصر. اهلا بكم. النهارده حلقه مثيره جدا في الناس الحلوه، فقره مهمه جدا. خلينا نتكلم على شيء بنقع فيه كلنا، انا شايفه حفره عميقه.
الجيل ده في خطورة كبيرة جدا على شبابه وأطفاله ومراهقينه من السمن جدا. ليه بقى؟ تقعد مع فلان مثلا اسم من الأسماء الجميلة بتاعت الشباب اليومين دول تقول له أنت بتعمل إيه في وقت فراغك، يقول لك أنا رقم واحد في رياضة البلاي ستيشن. قول له نعم نعم يا باشا. يقول لك انا بقى كسر الدنيا في البلاي ستيشن، انا فيفا ديت والفوتبول العب لغايه الصبحيه واكسرك ادشدشك. فوتبول يعني نلعب كوره مع بعض؟ لا، في البلاي ستيشن، نلعب في البلاي ستيشن. زي زمان ما كنا كده نقول ايه، الناس لما بتكبر في السن يقول لك انا بقيت بقى نجم المنطقه في الطاوله، او يعني ملك الحي في الشطرنج، انا بقى يعني بخليه ينهك في الشطرنج. لا، مفيش الرياضات دي، مش رياضات دي، مفيش حاجه اسمها رياضه الشطرنج. الشطرنج لعبه من الالعاب، او الضمنه او الطاوله، هي ليست رياضه، هي رياضه عقليه الشطرنج. لكن بتكلم على الحاجات التانيه دي مش رياضات، دي تسليات. خطورتها ان انت قاعد بتاكل تشرب مشروبات غازيه. الشباب مش زي زمان، احنا كان زمان لعبنا ايه؟ لعبنا ننزل نلعب كوره، زهقنا من الكوره نلعب سله، زهقنا من السله نلعب تنس، زهقنا من التنس نلعب سكواش، زهقنا من ده كله نلعب سبع طوبات. واخد بالك؟ اللعب بتاعنا زمان، كلامنا بكلمكم على السبعينات والثمانينات، الشباب الصغير الاطفال بتاع، كان لعبنا كله مجهود، يروح البيت على طول على الدش، تقف تحت الدش. دلوقتي الواحد الشاب خارج، الشاب الصغير ولا الطفل اللي هو 9 8 10 سنين خارج يتفسح، رايح يقعد يلعب مع اصحابه بلاي ستيشن، ما بيرجعش عرقان، ما بيرجعش تعبان، ما بيرجعش باذل مجهود. فالسمنه في الاطفال خطيره جدا. النهارده حوار مثير للغايه مع ضيف العزيز، القيمه العلميه المتميزه والاسم اللي انا بسعد جدا بزيارته وبيسعدني جدا بحواره، الاستاذ الدكتور هيثم سيد. اهلا بيك يا دكتور. اهلا دكتور. الحقيقه انت دايما بتختار مواضيع في مهم في منتهى الاهميه. هل نحن امام خطر كبير اسمه السمنه في الاطفال المراهقين؟ للاسف دي حقيقه. للاسف السمنه في السن الصغير، البنات والولاد في سن المراهقه او في سن البلوغ، حقيقة بقى خطر بيهدد المجتمع وبيهدد البيوت وبيهدد صحه الناس، وبالتالي بيهدد الدوله. لانك انت لما يبقى حد عنده 40 50 60 سنه وعنده سمنه او ما يصاحبها من الامراض الثانويه اللي بتيجي معاها، غير لما يبقى عندي شاب عنده 17 18 سنه مقبل على الدراسه، مقبل على سوق العمل، مقبل انه المفروض ان هو يبقى شخص برودكتيف او شخص منتج، الدوله والمجتمع واهله منتظرين منه حاجه، ويبقى عنده عائق ليه علاقه بصحته او بزياده وزنه. الحقيقه انا شايف ان هي يمكن تكون اكثر اهميه من السمنه لدى البالغين او لدى الناس الكبار يعني. فالحقيقه للاسف السمنه في، وزي ما حضرتك قلت من المدخل بتاع حضرتك، العصر الحديث والاغراءات اللي احنا بنسميها اللي موجوده للسن الصغير، من اول اختيار الوان مطاعم الوجبات السريعه للاطعمه للأوفرز والحفلات اللي بتتعمل، الحاجات دي عناصر غير مباشره جاذبه للسن ده بالذات. والاخر احنا الدوله اللي بتدفع الثمن والاسره اللي بتدفع الثمن في علاج ما يصاحب ذلك من نتائج للاسف يعني. فالسمنة لدى البالغين، لدى المراهقين ولدى الاطفال بالنسبه لنا بصراحه هي يعني مشكله الحقيقه بدات تظهر وتطفو على السطح بوضوح شديد جدا، لا يمكن انكاره ولا اغفاله يعني. ايه اسباب السمنة في الاطفال والمراهقين؟ نمره واحد طبعا طريقه الحياه، زي ما حضرتك تقول الوجبات السريعه، الجانك فود او الفاست فود اللي موجوده في كل حته، في على بعد كم متر من بعض تلاقي فيه مجمع للوجبات السريعه. بقى مجمع صحيح. يعني صعب. انا شفت منظر في احدى المولات رهيب، عباره هم حاطينهم جنب بعض جنب بعض جنب بعض كده، وانت واقف يا نهار اسود. اكيد ده مش توجه طبيعي، او يعني زي ما بيقولوا حسن النيه، لانه يعني خالص يعني. متهيألي الحاجات دي المكسب السريع اللي بيحصل منها، ومع ضعف الكواليتي بتاعت الحاجه اللي بتتقدم، حاجتين ما يركبوش على بعض، فاكيد وراها حاجات تانية اصحاب هذه السلاسل بيكسبوا منها، حتى لو على المدى الطويل، ان هم يخلقوا عندك جيل من الاطفال او المراهقين اللي عندهم ضعف في صحتهم من بدايه حياتهم. لسه العمر قدامهم طويل، يعيش 40 50 60 سنه، بادئ من هو عنده 16 15 سنه عنده مرض مزمن اسمه السمنه او ما يصاحبها. فطبعا اول حاجه، اول سبب في ذلك هو اللايف ستايل او
اللي هو جزء منه برضو غياب رقابة الأهل الحقيقة. كنا زمان نقول لازم الأم وانت بتذاكر تعمل لك سندوتشات، وانت صاحي الصبح بتلاقي فطارك موجود، بترجع الأسرة كلها بتتجمع على السفرة بيتغدوا الغداء اللي معمول في البيت. دلوقتي انا لا، انت هتاكل لا انا اكلت بره، اتعشيت لا انا اتعشيت بره، ما حدش بيتابع، بالذات لما بيبدا الكلام ده في السن الصغير. فلو هنقول ان السبب رقم واحد واثنين وثلاثة هو غياب الكنترول العائلي على الوجبات السريعه عند الاطفال، اضافه لجزء صغير جدا ليه علاقه بالعوامل الوراثيه في السمنه لدى العائلات، دي يمكن ما لهمش ذنب فيها قوي، لكن الحاجه اللي احنا لازم ننتبه لها هو اللايف ستايل اللي بيؤدي للسمنه لدى المراهقين والاطفال في السن الصغير. طفل عنده 12 13 سنه وعنده سمنه مفرطه، ممكن يتعمل له عمليه في السمنه؟ الحقيقه من سن 13 سنه في البنات، 15 سنه في الولاد، نبدا نفكر بان الحل الجراحي للقضاء على السمنه او زياده الوزن هو حل مطروح للنقاش على طاوله الاختيارات اللي مطروحه قدام الاسره وقدام الطفل او المراهق وقدام التيم الطبي الكامل اللي بيقيم الحاله بتاعه زياده الوزن. لان ده السن في الجنسين هو السن اللي نطمن فيه ان شريحة نمو العظم اللي موجودة عند الناس اللي لسه نموهم بيكتمل وصلت لمرحلة انه لو حصل بعد جراحات السمنة زي تحويل المسار او زي عملية تكميم المعدة اي ديستوربنس او اي لخبطة حتى في الفترة الاولية من فقدان الوزن الجامد اللي بيحصل في اول 3 شهور او 4 شهور بعد العملية، انه فيتامين دي او الكالسيوم اللي عبال ما الجسم يعني يقتنع بحالته الجديدة ويبدأ يعني يحصل عليه بدرجة ملائمة لاحتياجاته ما يأثرش على درجة النمو عند الجنسين. فالحقيقة كل الدوريات العلمية الأخرانية اللي بتتكلم وبتهتم جدا في موضوع السمنة لدى المراهقين والأطفال حددت أن من 13 سنة في البنات و15 سنة في الولاد الحل الجراحي هو حل مطروح، بدأ يبقى حل مطروح في المرحلة دي من السن. ايه الشروط اللي انت شايفها تبقى لازم طبعا الابوين هنا اللي هم المشرفين اللي لازم يبقوا فاهمينها الدكتور المتابع عشان يتخذوا قرار التعامل جراحيا مع الطفل؟ الحقيقه انا يعني بقرب الصوره للاسره في حالات دي لما بتجي لنا في العياده، انه لما ابنك عنده 5 سنين 4 سنين 6 سنين بيجي له التهاب في اللوز انت اللي بتاخد القرار انك توديه تعمله العمليه، ابنك ما عندوش اي قرار غير انه بيعاني من الموضوع. السمنه كذلك، الابن السمنه بالنسبه له مش مسببه له مشكله، يمكن صحابه شويه مثلا بيتريقوا عليه في المدرسه مش عارف يبذل نفس المجهود، انما الاب والام الحقيقه هم المونيتور الاولاني لموضوع زياده الوزن والسمنه. الحقيقه الشرط في العالم كله واحنا بنحاول طبعا نطبقه في كلينيكا جوال، وزي ما دايما بنقول ان احنا بنعزف شويه منفردين في الحته دي، يجب على المراهق او الطفل من الجنسين ان هو يعني يستنفذ مده لا تقل عن 6 شهور من بدايه اول زياره ليه او لاهله للعياده، بان هو قعد مع الاخصائي النفسي، قعد مع الاخصائي الاجتماعي، قعد مع طبيب التغذيه، وحاولوا معاه كل المحاولات اللازمه للسيطره على زياده الوزن، اتعمل له كل التحاليل اللازمه والبروفايل اللازم للهرمونات للفيتامينز، اتاخد منه التاريخ المرضي للعيله بدرجه كويسه جدا، وبدانا معاه اوريدي نظام غذائي ورياضه، وحتى في المدرسه يعني حتى في المدرسه وفي الشارع وفي البيت وفي النادي كل الجهود بتتضافر ان احنا نوصل لنتيجه تسيطر على زياده الوزن في السن ده. بالتالي الناس بدأت تحفظ منك مين اللي عمله تكميم ومين اللي تعمله تحويل المسار في الكبار. تمام. لكن واحنا بنشوف التكميم وتحويل المسار كعملية دلوقتي، هل ده ينطبق على الأطفال؟ هل التكميم برضو في الطفل هيبقى ناحية الطفل الأكيل وتحويل المسار هيبقى ناحية الطفل اللي عنده سكر أو الشاب الصغير اللي عنده سكر؟ يعني هنحتاج امتى نعمل تكميم في ناحية مرض السكر بالذات بينطبق على البالغين ما ينطبق على الاطفال. انه مرض السكر انه طبعا مناسب جدا لمرض السكر عمليه تحويل المسار، وده لازم يكون قرار الحقيقه في منتهى التحفظ، لان انت بتتكلم عن طفل هيفضل ال 50 60 سنه الجايه من عمره ياخد فيتامينز واملاح ومكملات غذائيه مدى الحياه. انما برضو بينطبق عليه تكميم المعده وفائدتها في السيطره على النوع الثاني من السكر، وده الكلام الجديد اللي مكتوب كله انه بتسيطر على 80 الى 85% من النوع الثاني من السكر. وبينطبق عليها شويه ان احنا بنعلي معدل كتله الجسم اللي بناخد عليه قرار الجراحة لدى البالغين أو لدى المراهقين أو الأطفال بداية من 40 و50 يبقى الباي باس،
وبرضو نعيد ونزيد ونكرر بعد استنفاذ جميع الطرق التحفظية للسيطرة على زيادة الوزن. لكن هو تقريبا نفس الشروط لدى البالغين ما عدا ان احنا بنعلى شوية بمعدل كتلة الجسم الى 40، يبقى ده تكميل المعدة. فوق 50 بيبقى الاختيار الاوحد هو عملية تحويل المسار. برضو هنا تحويل المسار للطفل اللي عنده سكر من نوع التاني او عنده سمنة وسكر من النوع الاول هيتحسن طبعا. طبعا بالتأكيد. او اللي هو السويت ايتر، يعني هو طفل ما بياكلش غير الحلويات، يقول لك لا عمره ما يحبش الجانك فود ولا الفاست فود، لكن هو سويتس ودوناتس وحاجات مسكره ده ما بيتقوم يعني جنبه على على الكومود جنب السرير يعني. فدي طبعا ده الناس بتحويل طبعا طبعا, طبعا. يعني اصل في بعض الناس يقول يعني بعض الام اباء والامهات بخبراتهم العلميه البسيطه يقول لك ايه تحويل المسار ده هيقعد سنين عمره ياخد الفيتامينات. ما هو لازم هياخد فيتامينات، ما هو لو عنده سكر هياخد فيتامينات. زي ما بنقول دايما، هو زي ما بيقولوا يعني الريسك بنفيت، يقعد طول عمره ياخد مكملات غذائيه واملاح وفيتامينات مع الوقت هيعتاد عليها تماما، ولا يبدا يعاني بقى من السمنه ومضاعفاتها ومشاكلها في القلب وفي الدهون الثلاثيه وفي غيره وفي غيره مدى الحياه. يعني ياخد انسولين 60 سنه اللي جايين، ولا ياخد فيتامينز واملاح وياخد باله من اكله 60 سنه اللي جايين؟ مين الاقل خطوره على صحته وعلى كفاءته لي ثم لأسرته ثم للمجتمع والدولة بالكامل، انه يبقى شخص منتج، شخص ليه لازمة، شخص ليه فايدة، مش مجرد شخص عالة على المجتمع او على منظومة التأمين الصحي او على المستشفيات او على أسرته. لما مريض يجي يكون عنده 35-40 سنة جاي لك وعمل جراحة سمنة، هو عنده القدرة العقلية وشاف من السمنة ما يجعله يتبع تعليماتك. طفل هيجي 13-15 سنة هيعمل جراحة سمنة، بعد الجراحة اعتقد ان دوركو هيبقى كبير جدا، ممكن اكبر مما قبل الجراحة، ولا ايه؟ بالتأكيد ده كلام صحيح 100%. مجهودنا مع الاب والام بالذات بيبقى مضاعف عن الطفل. الاب والام لازم، انا دايما بحب استخدم لفظ الثقافة الغذائية. احنا عندنا غياب للثقافة الغذائية اللي هي فيها 4-5 حاجات بسيطة جدا كلنا عارفينهم بس ما بنعملهمش. لازم الأب والأم مسيطرين على هذا الطفل بعد هذه الجراحة اللي يعني بأمر الله تمشي كويس والعين بتاع ابنهم يخرج منها سليم ومعافى ويبدأ حياة جديدة خالص. الثقافة الغذائية ان احنا نعلم الطفل ده ازاي ونعمل عليه كنترول، ان هو ما ياكلش غير لو جعان، ومجرد ما يشبع لازم يبطل أكل، ان هو ما يخلطش الطعام بالشراب في وجبة واحدة، انه ما يخلطش اكتر من نوع من النشويات في وجبة واحدة، انه ازاي ان هو يمضغ الاكل كويس جدا. المضغ الجيد هو اول يعني زي ما بيقولوا اول بوابة لهضم الطعام. الحاجات دي لازم تترسخ الاول في ذهن الناس اللي عايشة مع الطفل ده، وبالتالي هتنتقل منهم اليه، وده هيبقى ليه دور ما يقلش عن 60-70%. العملية نجحت كتكنيكال، لكن نتائج العملية احنا لازم زي ما عملنا احنا الواجب اللي علينا، لازم الاهل والطفل يعملوا الواجب اللي عليهم، لان زي ما بنقول دايما هو بيستثمروا في المستقبل، هم مش بيبصوا تحت رجليهم، بيستثمروا في بكره، فلازم الموضوع بالنسبه لهم حاجه يعني مركزين فيها جدا جدا، عشان الثقافه الغذائيه، ممارسه الرياضه، تاني وتالت ورابع ممارسه الرياضه والمجهود العضلي مهمين جدا للحفاظ على نتائج العمليه وضمان نجاحها. حقيقه انت بتسعدني جدا بمنهجك العلمي اللي انت ماشي عليه، والمنهج ده يعني لمن يتبعه ومن يتابع حلقاتك يجد انه منهج منظم جدا. يعني التعامل مع السمنه والانجاب، التعامل مع السمنه والست التي تريد الحمل والولاده في الراجل والست، التعامل مع السمنه والاطفال قبل كده برضو، النظره الخاصه لما يتعلق بمضاعفات السمنه ومضاعفات العمليات، نظره مضاعفات بس. فمنهج مهم جدا انت بتنفرد بيه، وانا بشكرك شكرا جزيلا. ومتنوع المنهج، انا بيعجبني جدا المنهج العلمي المتنوع اللي هو مليء الصراحة. انت فعلا انا دائما بنتظر لقاءاتك، لانه زي ما بيقولوا لا تنضب من معين العلمي الاكاديمي المنضبط جدا. ربنا يخليك يا فندم. الاسم الكبير، اضافه الهائله لينا الاستاذ الدكتور هيثم سيد، كان مبدعا في حواره عن سمنه الاطفال في واحده من الحلقات المتخصصه جدا. وخليكم من الناس الحلوه. انا عايز اقول لكم انه في مستشفيات كتيره في مصر محدش يعرف انها محتاجه. انا عايز اقول لكم انه في القصر العيني وفي عين شمس وفي بريش وفي الحسين وفي الدمرداش في
احتياجات لمستحضرات او اشياء بسيطه جدا الدكاتره قد يجدوا الصعوبات في انهم يتعاملوا فيها. يعني في دكاتره بتدفع فلوس عشان تجيب الجوانتيات عشان تكشف على العيانين او يعملوا عمليات على حسابهم. في ناس بتدفع فلوس ما بين بيلموا عشان يجيبوا ادوات جراحه زي خيوط او شيء من هذا القبيل. ده غير ان ساعات بتتكلف او بيتكلف المريض ان هو يجيب الحاجات دي عشان مش موجوده، المستلزمات دي ناقصه في المستشفيات دي.